أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، لا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في باب شروط الصلاة وفي مسألة الرعاف، وهي مسألة تتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهي إزالة الخبث. فلما كانت متعلقة بذلك ذكرها الشيخ في وسط كلامه عن هذا الشرط. وقد ذكرنا في الدرس الماضي حكم الرعاف الراشح وحكم الرعاف القاطر أو السائل. ووقفنا عند قول الشيخ المصنف رحمه الله: وإن رعف حال سلام إمامه سلم وصحت، فإن اجتمع له قضاء وبناء قدم البناء وجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، وفي ثانيته كمن أدرك الوسطيين أو إحداهما. قوله: وإن رعف مأموم حال سلام إمامه وأولى بعده سلم وصحت، لأن سلامه بنجاسة الدم أخف من خروجه لغسله، لا إن رعف قبل سلامه، ولو بعد فراغه من التشهد فلا يسلم بل يخرج لغسله ويسلم مكانه في غير الجمعة ما لم يسلم إمامه قبل الانصراف إلا سلم وانصرف. طبعا احنا ذكر الشيخ في الكلام السابق في أنه إذا كان الرعاة سائلا يعني يسيء استمرار، أو قاطرا يعني يتقاطر الدم، خرج إذا أدرك مثلا ركعة ثم رعف في الثانية أو رعف في الثالثة بعد تمام الثانية، خرج وغسل الدم بشروطه الستة، وألا يبعد المكان جدا، وألا يطأ في طريقه نجسا، وألا يتحول عن القبلة، وألا يتكلم في طريقه. بهذه الشروط يغسل الدم ويرجع إلى إدراك الإمام فيما بقي من الصلاة، فيصلي معه، فإذا سلم قام وقضى الركعة أو الركعتين اللتين فاتتا.
كما هم، يعني إذا كانت بفاتحة وسورة قضاها بفاتحة وسورة، بفاتحة فقط قضاها بفاتحة فقط، على حسب ما تركها. هنا طبعا مسألة إذا رعف حال سلام الإمام، يعني الإمام يقول السلام عليكم ونزل الدم، الشيخ هنا قال يسلم، يسلم حتى ولو كان سائلا أو قاطرا يسلم، ولا يخرج لغسل الدم ويرجع، إلا أن سلامه وهو رائف أو من نجاسة الدم أخف من مشيه وغسله الدم ورجوعه مرة أخرى ليسلم مع الإمام أو ليسلم بعد الإمام أو يسلم مكانه، لأن دي طبعا أفعال كثيرة. وهنا ليست هناك ضرورة، لأن هنا الرعاف أثناء السلام. وطبعا معروف إحنا كما ذكرنا قبل ذلك أن إزالة النجاسة عندنا فيها قولان مشهوران، قول بالوجوب وقول بالسنية المؤكدة. وقد أتم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الصبح إماما بالناس وجرحه يثعب دما، كما ذكر الإمام مالك في الموطأ. يعني هنا طبعا نأخذ هنا مسألة في أن إذا سلم الإمام ورعف المأموم سلم معه برعافه ولا يخرج لغسل الدم. لا، إن رعف قبل سلام، يعني في أول التشهد حصل الرعاف، طبعا الرعاف سائل أو قاطر، يبقى في الحالة دي يجوز له أن يخرج بالشروط، أن لا يبعد المكان جدا، وأن لا يتكلم، وأن لا يقف في طريق ميسا، وأن لا يتحول عن القبلة. ثم في مكان غسل الدم يسلم بعد غسل الدم، حتى ولو بعد فراغه من التشهد، يعني لو رعف في أثناء دعاء الإمام برضو خرج وغسل الدم، ويسلم مكانه، لكن في غير الجمعة. في الجمعة لا بد أن يرجع إلى أول المسجد. ليه؟ لأن من شروط صحة الجمعة المسجد. وطبعا الشيخ بيفترض أن موضع الماء ليس في المسجد، لكن الآن الميضاءات كلها متصلة بالمسجد، يعني لو خرج لغسل الدم في الجمعة يسلم مكانه. ليه؟ لأن الميضاءات كلها متصلة بالمسجد. والمعروف أن الجمعة عندنا في المالكية تصح في المسجد والطرق المتصلة به، يبقى لو غسل في الميضاء يسلم في مكانه ولا يلزم أن يرجع إلى إلى المسجد. بعد كده دخل في مسألة هي طبعا لا يستطيع أن يطبقها العامي، إنما يطبقها أهل العلم، طلبة العلم فقط، وهي مسألة اجتماع القضاء مع البناء. أنا نشرحها بالتفصيل طبعا لطلبة العلم بالذات. فبيقول فإن اجتمع له أي الراعي قضاء وهو ما يأتي به المسبوق عوضا عما فاته قبل دخوله مع الإمام، يعني الذي يفوت المأموم، الركعة التي تفوت المأموم قبل دخوله مع الإمام يسمى قضاء. ليه؟ طبعا في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، يعني إلزموا السكينة والوقار، فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقتلوا. يعني عندنا بناء وقضاء، فالقضاء يعني يقضي الركعات التي فاتته بعد سلام الإمام، والبناء اللي فاته في صلب الصلاة، يعني خرج الغسل الدم ففاتته ركعتان أو ركعة،
لما يرجع يقدم البناء، يعني يكمل الصلاة كأنه مع الإمام، ده اسمه البناء، يعني يبني على ما أدرك مع الإمام. أدرك الثانية وفاتته الثالثة في غسل الدم، وأدرك الرابعة مع الإمام بعد رجوعه من غسل الدم، يبقى حين يرجع يأتي بالركعة الثالثة كأنه إيه؟ كأنه يعني مع الإمام. والثالثة طبعا بتكون بالفاتحة إيه؟ بالفاتحة فقط، ولا يجلس بعدها لأنها ثالثة الإمام، ثالثة الإمام. ثم يأتي بركعة القضاء وهي بالفاتحة وسورة لأنها الأولى، ركعة الأولى بفاتحة وسورة. يبقى أهم شيء تفهم أنه يبني ثم يقضي، يعني يكمل الصلاة كأنه مع الإمام ثم يقضي ما فاته من أول الصلاة، من أول الصلاة. فيقول الشيخ: فإن اجتمع له، أي الراعف، قضاء وهو ما يأتي به المسبوق عوضا عما فاته قبل دخوله مع الإمام، وبناء وهو ما يأتي به عوضا عما فاته بعد دخوله معه لغسل الدم، يعني خرج وغسل الدم ففاتته ركعة أو ركعتين، قدم البناء على القضاء، قدم البناء على القضاء، وجلس في أخيرة الإمام، ولو لم تكن أخيرة الإمام، ولو لم تكن أخيرة الإمام ثانيته هو، بل ثالثته، وجلس أيضا في ثانيته، ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته، كمن أدرك مع الإمام الوسطيين، يعني أدرك مع الإمام الوسطيين، يعني الثالثة الثانية والثالثة، من رباعية كالعشاء، يعني أدرك ركعة بفاتحة وسورة، وفاتته الأولى قبل دخوله معه، ورعف في الرابعة خرج لغسله، ففاتته برفع الإمام من ركوعها، كالقدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا، ويجلس لأنها أخيرة الإمام، فاتته لغسل الدم، فاتته الركعة الرابعة، وأدرك كده إيه؟ الثانية والثالثة، والرابعة فاتته، فلما فاتته خرج لغسل الدم ورجع، أدرك الإمام في التشهد، فحينما يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بفاتحة فقط، وهي الرابعة بالنسبة لإيه؟ للإمام. قال: ويجلس لأنها أخيرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو. ثم يأتي بركعة القضاء بأم القرآن سرا، ويجلس لأنها أخيرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو. ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرا، لأنها أولى الإمام، وتسمى هذه السورة أم الجناحين لوقوع السورة مع أم القرآن في طرف الإمام. يبقى هنا أدرك مع الإمام الثانية بفاتحة وسورة، والثالثة بفاتحة فقط، وفاتته الرابعة بفاتحة فقط، هي خرج لغسل الدم ورجع، خرج لغسل الدم وأدرك الإمام في السلام أو التشهد مثلا. المهم أنه يبقى فاتته الركعة الأخيرة
الركعه الايه الاولى، لكن الاولى هتبقى قضاء والثانيه ايه الرابعه بناء، فهو يبني الان. قدم البناء فياتي بركعه بام القران يعني بالفاتحه فقط سرا ويجلس. ليه؟ قال لانها اخيره الامام، رابعه الصلاه يعني، رابعه الصلاه حتى ولو لم تكن ثانيته، لان هو الاصل انه ما يجلس فيها لانها ثالثه، لكن يجلس لموافقه ايه؟ الإمام. ثم بركعات القضاء بأم القرآن سرا ويجلس لأنها أخيرة إمامه وإن لم تكن ثانيته. ثم بركعات القضاء بأم القرآن وسورة جهرا لأنها أولى الإمام، أنها إيه؟ أولى الإمام. وتسمى بأم الجناحين. ليه؟ لأنه آخر ركعة بفاتحة وسورة اللي هي الأولى قضاء، والركعتان اللي هما بفاتحة فقط وقعتها إيه؟ في الوسط، تسمى إيه؟ أم الجناحين. ودي يماثلها في إدراك الصلاة لو واحد أدرك ثلاث ركعات مع الإمام، لما الإمام يسلم يقوم يأتي بركعة بفاتحة وسورة جهرا، يبقى الركعة الأولى بفاتحة وسورة اللي هي الثانية اللي أدركها، وآخر ركعة اللي هي القضاء بفاتحة وسورة جهرا، يبقى دي اسمها إيه؟ أم الجناحين. أم الجناحين يماثلها هنا ركن في الرعاف، إنه إيه يعني أدرك ركعة، أدرك الوسطيين وفاتته الأخيرة وفاتته إيه؟ الأولى. أو أدرك مع إمامه إحداهما، أي إحدى الوسطيين، قال وتحته صورتان، الأولى أن يدرك الركعة الثالثة وتفوته ايه؟ وتفوته الاوليان بالسقط، يعني فاتته الركعتان الاوليان، وصلى مع الامام الثالثه، الركعه الثالثه. والرابعه خرج لغسل الدم ورجع. يبقى قدم البناء فياتي بالفاتحه فقط سرا، لانها الرابعه بالنسبه للامام. هيكمل الصلاة، يكمل الصلاة كما لو كان معكم، ويجلس لأنها ثانية، لأنه أدرك ركعة بفتحة فقط، والثانية هي الرابعة بالنسبة للإمام فاتته لما خرج لغسل الدم ورجع. فالإمام حينما يسلم يقوم هو يأتي بركعة بفتحة فقط ويجلس لأنها الرابعة للإمام وثانية بالنسبة له، يعني ثانية بالنسبة له. ثم يأتي بركعتين بفاتحة وسورة، ودي تسمى المقلوبة. المقلوبة ليه؟ لوقوع الركعتين الأخيرتين بفاتحة وسورة، كان الصلاة انعكست، زي اللي يدرك مع الإمام الثالثة والرابعة بعد ما يسلم، يقوم يأتي بركعة بركعتين بفاتحة وسورة جهرية، اسم الصلاة المقلوبة. قال ولا جلوس بينهما وتسمى بالمقلوبة. السورة الثانية قال أن يدرك الثانية مع الإمام وتفوته الأولى بالسبق، يبقى أدرك الركعة الأولى الثانية مع الإمام بفاتحة وسورة، فاتته ركعة أولى وف
وفاتته الأخيرتان لغسل الدم، يعني ذهب ورجع فجاء وصل وجد الإمام في التشهد فسلم. بعد ما سلم الإمام هيكون طبعا إيه؟ يأتي بركعتين بسورة فاتحة فقط سرا كما فاتتان ويتشهد، ثم يأتي بركعة بفاتحة وسورة فاتحة إيه؟ وصل ركعة القضاء. دي تسمى أم الجناحين، أم الجناحين. ليه؟ لوقوع أول ركعة بفاتحة وسورة هي أدركها مع الإمام، والقضاء بفاتحة وسورة تسمى أم الجناح. زي اللي بيدرك مع الإمام ثلاث ركعات ساعة يسلم يقوم يجيب ركعة بفاتحة وسورة جهرا. والتفصيل ده عندنا احنا في المالكية فقط، التفصيل ده عندنا في المالكية فقط، لكن عند الإمام الشافعي وأحمد تفصيل آخر. طبعا مش هنفصل علشان إيه؟ محدش يتلخبط. ليه؟ لأن في المالكية السر عندنا في الدليل. في قاعدة طبعا فقهية تقول إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهم. فالإمام مالك يجمع بين القضاء والإتمام، الإتمام هو البناء، القضاء والإتمام. لكن عند الحنفية يتمون، وعند الشافعية يقضون، ياخذوا برواية واحدة. لكن المالكية أخذ بإيه؟ برواية فقط وأتم. هذا هو السر في هذا التفصيل. لكن في كثير جدا من الناس يعني يدرك مثلا الثالثة والرابعة مع الإمام ويقوم ويأتي بالركعتين الأولين سرا، يعني تسمعوش وهو بيقرأ الفاتحة والسورة. الله أعلم بيقرأ الفاتحة فقط وبيقرأ الفاتحة والسورة، الله أعلم بيعمل إيه. لكن هو المفروض يسأل يعني أنا أعمل إيه؟ يتعلم على أي مذهب، العامي ولا مذهب له؟ العامي مذهبه مذهب من يفتي، لكن هو الواجب عليه أن يأخذ صفة الصلاة عن أهل العلم. يعني ما يقولش من عمه. واحد يقول ايه؟ انا قرات فاتحه فقط. واحد يقول انا قرات فاتحه وسوره. واحد يقول ايه؟ انا قرات ركعه كذا وركعه كذا. ركعه بفتحه وسوره وركعه بفتحه بس. مش عارف يعمل ايه يعني. طب سمعت حاجه من اهل العلم يعني تعلمت في مجلس العلم كيف تقضي الصلاه؟ لا ما حصلش حاجه. يعني لم يستمع في هذه المساله لاحد. أحيانا يعمل ثم يسأل، والمفروض الايه؟ السؤال قبل العمل. يعني ما وجب العمل به وجب العلم به، يعني قبل أن تعمل، مش تسأل بعد أن تعمل. يقال لك الصلاة باطلة أعيدها مرة أخرى، لكن المفروض الإنسان يتعلم قبل ايه؟ أن يعمل. يبقى إذا هناك الصلاة الحبلى والمقلوبة وأم ايه؟ الجناحين. دول ثلاث صور. يعني هي تجتمع في الرعاف وتجتمع ايضا في الصلاه العاديه. الصورة الثانية المدركة الثانية مع الإمام وتفوته الأولى بالسبت والأخيرتان بالرعاف. قدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها ثانيته وإن لم تكن أخيرة الإمام، ثم بركعة كذلك ويجلس أيضا لأنها أخيرة إمام وإن كانت ثالثة، ثم بركعة القضاء بفاتحة وسورة. كل صلاة فصلاته كل
كل ركعات منها بجلوس. قال مثل هذه الصورة حاضر أدرك مع مسافر ثانيته، فإذا سلم الإمام فعل مأمومه الحاضر مثل ما ذكر، يعني الحاضر اللي يصلي أربعة المقيم يعني يصلي وراء مسافر أدرك الركعة الإيه؟ أدرك الركعة الثانية، وهيأتي بركعة بفاتحة وسورة، ركعة بفاتحة وسورة لموافقة الإمام لمن مسافر، يصلي الركعتين بفاتحة وسورة جهر، إن كان في العشاء يعني، إن كان في الظهر أو العصر يصلي سفر، ثم يقوم ويقضي الصلاة يقضي الركعتين بفاتحة فقط، ليه؟ لأنها ثالثة ورابعة بالنسبة بالنسبة له. المسألة الأخيرة سيدنا، شهادة شهادات؟ أي كل ركعة بالتشهد، أي لأنه يقلد الإمام بالظبط، يقلد الإمام، يتمم الصلاة كإمامه ثم يأتي بالركعة التي فاتته أيضا بفاتحة وسورة، ويجلس لأنها الأخيرة. كده تشهد ثلاث مرات، وتشهد مره مع الامام يبقى اربعه، وتشهد مع الامام طبعا، تشهد مع الامام لان ادرك الامام في التشهد، يبقى اربع مرات تشهدي اربع مرات، هذه معنى كلام الشيخ يعني. ومن شروط صحة الصلاة قال الشيخ وستر العورة المغلظة إن قدر، وإن بإعارة أو نجس أو حرير، وهو مقدم يعني الحرير، وهي من رجل السوءتان ومن أمة وإن بشائبة هما مع الأليتين، ومن حرة ما عدا الصدر والأطراف، وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا أو رجل آلية أو بعض ذلك. من شروط طبعا صحة الصلاة ستر العورة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد كان المشركون يطوفون حول البيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها. ده إن لم يجد أحدا يسلفه ثوبا من قريش أهل الحرم، إن وجد أحدا يسلفه يعني استلف ولبس وطاف، إن لم يجد طاف عريان. فأمرهم الله تعالى أن يستروا عوراتهم في كل في كل صلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي كل صلاة، لكن عبر بالمحل وأراد الحال فيه وهو المصلي. أحسن واحد يقول إيه معنى كل مسجد؟ لا، عند كل صلاة، لكن هنا عبر بالمحل وأراد الحال فيه وهو المصلي. والله تعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني الريش اللي هو الزينة يعني، مش الريش اللي انت عارفه يعني، ها؟ مش حتى العرب يقول لك فلان ده مريش، مريش يعني عنده مال كثير وعنده وعليه زينة، هذا الريش.
واحد يقول لك تعيش وتربي ريش، يعني معناها تربي مالا ويظهر عليك اثر المال وهي الزينه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اخذ يذهب الى السوق ويرجع حتى كسب مالا، فجاء للنبي صلى الله عليه اثر صفره، يعني اثر زينه، فساله النبي صلى الله عليه وسلم الحل، قال تزوجت. يعني كمان ايه اول حاجه عملها ساعه ربنا وسع عليه بدا ايه يتزوج، فقال له أولم ولو بشاعر، يعني لو ربنا عطاك يبقى وسع على ايه؟ وسع على الناس. فستر العورة واجب من شروط صحة الصلاة. طبعا العورة لها حكم من حيث الصلاة ومن حيث النظر. الشيخ يتكلم طبعا عن الايه؟ عن الاسم. وشرط صحتها اي الصلاة بستر عورة، العورة المغلظة خاصة. وكلامه رحمه الله يوهم خلاف المراد. الشيخ الترتيب طبعا ايه؟ هو المصنف وهو الشارح. كلام المصنف يعني نفسه رضي الله عنه يوهم خلاف المراد، يعني شوف تورع اهل العلم. وستر العوره المغلظه يعني خاصه، يعني هي شرط الصحه. ان قدر على ستره والا صلى عريا، واجبة مع الذكر والقدرة. فإن قدر على سترها فبها وإلا صلى إيه؟ عريا. وأما غير المغلظة إلا إذا وجد ثوبا في الوقت، إذا وجد ثوبا في الوقت. وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط على الناس، بل والراجح عدم تقييده بالذكر خلافا للشرع. فمن صلى مكشوف العورة المغلظة نسيانا أعاد أبدا وجوبا، ده الراجح. يعني الراجح من المذهب أن ستر العورة المغلظة وهي السوءتان الذكر والأنثيان وحلقة الدبر دي طبعا يجب يعني سترها في الصلاة وجوبا، حتى لو صلى نسيانا أعاد الصلاة أبدا، لأن دي على سبيل الفرض، يعني ما حدش طبعا هيصلي عريان وهو ناسي انه يصلي مثلا. لكن العلماء يفترضون ايه؟ المستحيل. وان باعاره، لكن هنا طبعا هم يفترضون ان الانسان لا يجد ثوبا. حتى الشيخ الصفدي المالكي قال لو فرض ان واحد مش لاقي ثوب يوالي عورته، كان صلى في الظلام. صلى ايه؟ صلى في الظلام، لان الظلام ده لباس، وجعلنا الليل لباس، يعني هو يعتبر ايه؟ ما دام في ظلام يبقى ستره الظلام. يعني هيك ما لو قد سيب لا لا، هو ممكن يعني ممكن يكون في مكان مسلم في الزمن الاول ما كانش فيه نوافذ واسعه، اول ما تقفل الباب انت في ظلام. مره واحد جماعه كانوا بيتسحروا وما يعرفوش انه ايه الشمس طلعت، فواحد فتح الباب لقي الشمس دخلت، قال له اقفل خلينا ايه نكمل السحور. لشده الظلام، يعني ما فيش شبابيك الواسعه دي اللي تعمل ضوء،
فيش يعني. كان في حاجة اسمها الروشن يعني، يدوب خرقوا في السقف وكانوا يغطوه كمان. كان في يعني أشياء صغيرة كده، سنابل صغيرة جدا ما تدخلش جوه البحر. هذا في الزمن الأول، لكن الآن طبعا الأمر اختلف يعني. لكنه لابد أن يستر عورته ولو بالسلف يعني. قال وإن بإعارته، يعني يستعير ثوبه زي ما كان الغرباء يخلعون ثيابهم ويستلفون من قريش ليطوفوا بالبيت. وإن بإعارته بلغه، فإذا علم من يعيره ما يستر به عورته فلن يستعر، وصلى عريانا فصلاته ايه؟ باطله. يعني لو علم ان احدا يعيره فلم يستعر يبقى ايه؟ يبقى صلاته باطله، لانه الضروره تقدم بقدرها. دام الضروره تزال ولو بالسلف يبقى لابد ان يتسلف. او بساتر النجس، يعني حتى لو كان السوق متنجس الذي والي العورة المغلظة يصلي به، لأن صلاته بالثوب النجس أخف من صلاته عريان. هذه صحيحة وهذه باطلة. لو لبس به ثوب مثلا يوسف بعض العورة، نعم، لو لبس به ثوب مثلا يعني ما هو العورة المغلظة، العورة المغلظة بالذات ما دام ظاهرة يبقى لا فائدة من ستر العورة المخففة. يعني لو الثوب مخروط قصاد العورة المغلظة يبقى كلا شيء، كأنه لم يلبس شيء. ما احنا نتكلم يعني عن ايه؟ هو ايه؟ الرقيق وال أو شروط شروط الثوب نفسه، شروط الثوب اللي هو يعني ألا يصف وألا يشف، يعني ألا يكون ضيقا وألا يشف عما تحت، من ضمن شروط الثياب يعني. هنتكلم فيها بس في في العورة المخففة. إذا لمس البنطلون سنة يجي يسجد فجزء من العورة المغلظة يظهر بالإيدين هما وركع. لا برضه العورة الأليتان دول عورة مخففة، عورة إيه؟ لكن يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، يعيد في الوقت العورة المخففة هي الأليتان أو الفخذ مثلا، ويلبس شورت لغاية نصف الفخذ ده يعيد في الوقت. هنتكلم في العورة المخففة الأول اللي هو شرط صحة في الصلاة، هي العورة المغلظة، الذكر والأنثيان وحلقة الدبر. هذه هي العورة المغلظة، لو انكشفت أو انخرق الثوب مثلا من وسطها يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. لا 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 يعني السرة والعانة والألية والفخذ كل ده إيه؟ عورة مخففة. الساتر النجس يقدم على العرض، والحرير يقدم على النجس. الحرير الطاهر وإن كان حراما لكن يقدم على النجس لطهارته. أو حرير، فإن صلى عريانا مع وجود الحرير والساتر النجس الصلاة باطلة، لأن أهم حاجة ساتر العرض. وإن بساتر النجس، لأن حتى إزالة النجاسة برضو واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وهو أي الحرير الطاهر مقدم على النجس عند اجتماعه. ثوب نجس وثوب حرير يبقى صلي فين؟ صلي في الحرير الطاهر، لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف النجس. النجس ينافي الصلاة، لأن من شروط صحتها إزالة الخبث.
لكن الحرير وإن كان حراما في اللبس العادي لكن في الصلاة لا ينافي صحة الصلاة لأنه ثوب طاهر. ثم بين الشيخ العورة برضو عشان برضو تشكل على الناس بيان العورة، وهي أي العورة المغلظة من رجل السوءتان، وهما من المقدم الذكر مع الأنثان بالنسبة للرجل، الذكر فقط مع الأنثان، ومن المؤخر ما بين الأليتين، يعني اللي هي حلقة الايه؟ الدبر. فيعيد مكشوف الأليتين فقط أو مكشوف العانة في الوقت. العورة المخففة من الجسم، من جسم ذكر الرجل يعيد في الوقت، ودائما الإعادة في الوقت على سبيل الاستحباب. لكن لما يقول يعيد أبدا يبقى الصلاة باطلة. لكن لما يقول يعيد في الوقت يبقى يعيد ندبا. لأنه برضه في بعض الناس مثلا واحد مثلا يصلي والسرة باينة مثلا في الإحرام مثلا فيقول له إيه؟ صلاتك باطلة. لا، أنت فتواك باطلة. يقول له أنت فتواك باطلة. يقول له لا، هو لا، هذا لا ينبغي. يعني هو يعيد الصلاة في الوقت. يعني لا، من الأدب أن الإنسان يستر إيه؟ السرة، من السرة يعني من تحت السرة إلى الركب، من تحت السرة، لكن السرة نفسها ليست من العورة، السرة نفسها ليست من العورة إلى الركبة، يبقى الركبة ليست من العورة. الركبة دي رأس الفخذ، لا تدخل في العورة. ولذلك الشيخ قال: فيعيد مكشوف الأليتين فقط أو مكشوف العانة في الوقت. ومن أنة وإن بشائبة حرية، هناك الأمة الخالصة أو العبد الخالص، وشائبة الحرية اللي هي مثلا اعتق نصفها أو ربعها مثلا، أو العبد المكافئ هو اشترى نفسه من سيده مثلا ب20,000 فدفع 10,000 وبقي 10، يبقى ده في شائبة حرية. لكن اللي ما فيهوش شائبة حرية قال له العبد القن، يعني ايه؟ الخاص. لكن هنا لا فرق بين الايه؟ الأمة الخالصة والايه؟ والتي فيها شائبة الحرية. قال: ومن أمة وإن بشائبة حرية هما أي السوءتان المقدم والمؤخر مع الأليتين، مع الأليتين، فإن انكشف منها شيء من ذلك أعادت أبدا، يعني المقدم والمؤخر والأليتين. وسيأتي ما تعيد فيه الأمة يعني في الوقت وما لا تعيد، سيأتي بعد ذلك. أما العورة الحرة قال: وهي من حرة جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف من رأس ويدين ورجلين، وما قاب للصدر من الظهر كالصدر. عورة المرأة الحرة جميع البدن ما عدا ايه؟ ما عدا الصدر. خلي بالك ان الصدر ده يعتبر عورة مخففة، وما قابله يعني بين الكتفين هذه المقابلة، وكذلك الذراعين من اول الكتفين هنا كل ده يعتبر عورة مخففة، والشعر والرقبة
والرجلان، اللي ده يعتبر عورة ايه؟ مخففة. يعني لو صلت المرأة مكشوفة الذراعين أو الشعر أو الرجلين يبقى تعيد ايه؟ تعيد وفي الوقت، لأن دي عورة ايه؟ مخففة. ولذلك قال الشيخ: وأعادت لصدرها، أي لكشفه كلا أو بعضا وأطرافها كذلك، ولو ظهر قدم لبطن. يعني هنا باطن القدم ليس من العورة عندنا، أما الظاهر من العورة المخففة اللي هي تعيد في الوقت. يعني عندنا احنا لا يجب عليها الشراب، وإنما تلبس ثوبا ساترا، ساترا ايه؟ لطرف القدمين وظهور الرجلين والعقل. يعني لو لابس ثوب حاطط على الأرض يكفي هذا عندنا في المالكية لستر ايه؟ العقل. يعني حتى لما تيجي تركع تسجد مثلا يبقى بطون القدمين ظاهران، فصلاتها صحيحة ولا تعيد، لأن باطن القدم ليس ايه؟ من العقل. الشافعية عكسنا، الظاهر ليس عورة والباطن عورة. أعادت طبعا للصدر والأطراف في الضروري، في وقت ضروري، وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله، يعتبر ضروري بالنسبة للمغرب والعشاء طبعا النصف الأخير أو الثلثين الأخير. وفي الصبح للطلوع بالنسبة للإعادة، يعني بمعنى إذا طلع الفجر لا تعيد العشاءين، إذا غربت الشمس لا تعيد الظهرين، لو طلعت الشمس لا تعيد الصبح. يقول: ككشف آمة، من إضافة المصدر إلى فعل، فخزا كلا أو بعضا. فالفخز طبعا من العورة المخففة بالنسبة للأم، تعيد في الوقت. أو كشف رجل آلية أو بعد ذلك من جميع ما ذكر فيعيد في الوقت. يعني مثلا اللي بيصلي البنطلون ويظهر بعض الآليتين من فوق ده يعيد في إيه؟ يعيد في الوقت. لكن ما تقولوش الصلاة إيه؟ باطل. احنا بنتكلم العورة من حيث الصلاة، لكن من حيث النظر ده حكم تاني. يعني كشفها بالنسبة للنظر حرام، مش معناها انه ما دام الصلاة صحيحة يبقى الكشف جائز، لا، ده حكم، يعني حكم ستر العورة في الصلاة، لكن حكم النظر ده حكم آخر، عشان ما نخلطش بين المسألتين. ولذلك قال: وندب لذكر أو أنثى، وندب سترها، ولأم ولد صغيرة ستر واجب على الحر، وأعادتا لتركه بوقت، كمصل بحرير وعاجز صلى مكشوفا. قال: ندب للذكر والأنثى ستر العورة المغلظة ولو بخلوة، ولو بظلام، حتى لو في مكان مظلم الإنسان لا يجلس مكشوف العورة. لأن معه من الملائكة ما يستحيا منه. والله أحق أن يستحيا منه كما ورد في السنة. ولأم ولد، أم الولد طبعا هي الأمة التي يجامعها سيدها فتلد ولدا فتصير أم ولد، يعني لا يجوز له أن يبيعها لحرمة التفريق بينها وبين ولدها.
بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فرق بين والدة وولدها. هذه معنى أم الولد. ولأم الولد والحرة، حرة صغيرة تؤمر بالصلاة هي سنها 7 سنين أو 10، ستر واجب على الحرة الكبيرة. يعني البنت الصغيرة مأمورة بالصلاة، هي بنت السبعة، كملت 7 أيام ودخلت في الثامنة، يبقى 8، 9، 10، 11، كل ده إيه؟ يجب عليها ستر جميع بدنها، ستر واجب على الحرة الكبيرة. يبقى أم الولد والصغيرة المأمورة بالصلاة والحرة الكبيرة، هؤلاء يجب عليهم ستر العورة، وهو جميع البدن، وهي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. ده بالنسبة للنظر. بالنسبة للنظر، قال: وكذا الصغير المأمور بالصلاة يندب له ستر واجب على البالغ. الصغير المأمور هو إيه؟ من بعد السبع، بعد السبع يجب عليه أن يستر العورة كالكبير، لما بين السرة إلى الركبة. ثم قال: وأعادتها، أي أم الولد والصغيرة، صلاتهما لتركه، أي لترك الستر المندوب لهما الواجب على الحرة والكبيرة، الحرة الكبيرة. يعني أم الولد والصغيرة، يعني مندوب. إيه المندوب؟ مندوب في حق الصغيرة والأم الولد. أم الولد والصغيرة بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة، أي يعيدان في الوقت، كان يعيدان بالوقت، في الوقت لذلك يعيدان في الوقت. بالنسبة للصلاة ده ستر مندوب بالنسبة لأم الولد والصغيرة، لكن بالنسبة للنظر طبعا يجب الستر. نحن بنقول فرق بين هذا وهذا. بوقت كمصل بالحرير، يعيد بوقت، يعني مثلا في الوقت وجد ثوب غير حرير يبقى يعيد. والعاجز عن ستر العورة ووجد في الوقت الستر يعيد في الوقت. صلى مكشوفا أي بادي العورة المغلظة ثم وجد ساترا فيعيد بالوقت. قال: وما مشى عليه شيخ ضعيف. لأن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وجاز له الصلاة بالحرير، وجاز له الصلاة عريان للعجز، العجز عن غير الحليب والعجز عن وجود الثوب. فإذا وجد الثوب يبقى يعيد في الوقت، لكن بعد الوقت لا يبقى. هذا هو الفرق بين الواجب والمندوب. الله أعلم وأحكم.